انا ثقلي مبعده عن المسجد الاقصى من 12/8 وضعت على القائمه السوداء، وحتى الان ممنوع من دخول المسجد الاقصى في اي وقت والى وقت غير محدد. انا طالبه جامعيه بدرس الاعلام في جامعه القدس، وهوايتي التصوير. طبعا بالوضع اللي احنا فيه المفروض انه هوايتي اوظفها في شيء يفيد القدس والمسجد الاقصى. بدات تواجد في المسجد الاقصى من اكثر من عام ونصف. طبعا كطالبه اعلام قمت بدوري بتصوير الاحداث، بتصوير كل ما يتم داخل المسجد الاقصى من اعتقالات واقتحامات وحتى صور جماليه وكل شيء تقريبا. لما أبعدوني بدأت بتواجد على الأبواب، باب حطة، باب العمود. بجلس باب العمود بحاول أتابع الأحداث، أتابع أي شيء جديد بيصير مثل التفتيش، الأسواق، أي شيء في البلدة القديمة. حتى التصوير بالنسبة لهم صار رعب، صار يعني التلفونات الكاميرات بالنسبة لهم بيعتبروها سلاح، وإحنا بالنسبة لنا كمان سلاح نوصل رسالتنا بالشكل الصحيح. كوننا مقدسيين وخلقنا في القدس، القدس ليست شيء عادي، فتواجدنا فيها أو حبنا إلها بخلينا نوصل الصورة اللي إحنا بنشوفها، يعني الطريقة اللي أنا بشوف فيها القدس بحب إن الناس تشوفها. فهذا الإشي اللي بدفعني للتصوير، تصوير الأسواق، تصوير البائعات. اللي زاد من تعلقي بالتصوير إني لما أصور حتى لو صور بسيطة، لو صور جمالية، لو أي شيء في القدس، وأشوف الناس المحرومة من دخول القدس، إنه الناس قديش بتنبسط فيها. يعني حتى لو كان أنا بالنسبة إلي الشيء بسيط، أو إنه صورة ونشرتها، فلما أشوف ردة فعل الناس على هاي الصور وعلى اللي بنشره، فهذا بيزيد تعلقي في إني أتمسك بالتصوير وإني أوصل رسالة أكثر وأكثر. قمة في القهر لما أكون أمشي في طرقات البلدة القديمة وأسمع الأذان. بسمع الأذان إنه كل الناس من أي مكان بيستطيع إنهم يدخلوا للمسجد الأقصى للصلاة فيه، وأنا بنت القدس لا أستطيع أن أصلي في المسجد الأقصى. فأصبحنا نؤدي صلواتنا في مساجد البلدة القديمة، نجد أقرب مسجد، والمسجد الأقصى نبعد عنه خطوات قليلة. بما أني حرمت من التواجد في المسجد الأقصى والتصوير داخل المسجد الأقصى، فالآن بحاول أني أبحث عن أي مكان بيطل على المسجد الأقصى وقبة الصخرة أني أستطيع أني أشوفها أو أني أصور أو أني أشعر أني ممكن أكون قريبة منها. أول يوم عرفت إني وضعت على القائمة السوداء، ظنينا إنها أيام، يعني أيام قليلة وممكن نرجع ندخل المسجد الأقصى، لكن استمرت لأشهر. حتى الآن إحنا ممنوعين من دخول المسجد الأقصى. المسجد الأقصى بالنسبة لنا هو أكثر من البيت. تعلقنا فيه تعلق في المكان، اللي هو تعلق في المكان هو أهم من أي شيء، لأن التعلق في المكان لأن المكان ثابت، فهذا الشيء مش راح يغير اللي جوانا حتى لو أبعدنا عن المسجد الأقصى. ظنوا بإبعادهم إنهم يبعدونا عن المسجد الأقصى أو إنهم يوقفوا عملنا، لكن الإبعاد هو فقط إبعاد الجسد. الروح متعلقة في المكان ولن يستطيعوا أن يصلوا إليها، لن يستطيعوا أن ينزعوا ما في قلوبنا من حب القدس والمسجد الأقصى.
مهما عملوا فينا ومهما زادوا في بطشهم وفي قوانينهم وفي إبعادهم، كاميرتي هي رح تكون سلاحي ولا مرة رح أتخلى عنها.